رئيس قسم الوقود بالشركة العامة للكهرباء مهندس محمد، أهلا بك. أهلا أستاذ محمد، هل أنت في الاستماع؟ نعم بالاستماع إن شاء الله. طيب، نريد أن نسأل الآن، طالما أنه شركة سيرت قامت عمليا بتخفيض قيمة أو حصة الغاز لمحطات المنطقة الشرقية، نريد أن نسأل كيف ستتعاملون مع هذه المشكلة الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بالنسبة لمخصصات شركة سيرت من الغاز المحطات الإنتاج الشرقية، كان 240 مليون قدم مكعب يومي، ثم تقلصا إلى 190 مليون قدم مكعب يومي، والآن فوجئنا اليوم بتخفيض من 190 إلى 160 مليون قدم مكعب يومي، ما يعادل قريب 160 ميجا، ما يعادل 180 ميجا وات تم تخفيضها من اليوم هذه. كيف ستتعامل الشركة العامة للكهرباء مع هذا النقص في حصة الغاز المفروض عليها من شركة سيرت؟ تعاملت معها تلقائيا في اتصال مباشر مع إدارة التحكم، جوهم إدارة، تم تخفيض هذه الكمية من ما كانت 750 ميجا وات، أصبح توس أقل من الجريمة 590 ميجا، بس لنخفض الأحمال بس نحافظ على ضغط الغاز مستقر في الشبكة عندي. لازم نخفض طريق نخفض الميجا وات 180 ميجا، نخفضها من الغاز معادل 30 ميجا، معادل الميجا وات هي 170 ميجا، 170 180 ميجا مقابل 30 مليون قدم مكعب. بستقر الشبكه، نطرح الاحمال ولا خدمه يصير لي لا سمح الله بلاك اوت ولا اي حاجه، نطرح الاحمال حفاظ عن الشبكه بس. استقرار الشبكه تكون دي. شكرا جزيلا لك الأستاذ المهندس محمد بوجازية، رئيس قسم الوقود بالشركة العامة للكهرباء. أعود إلى ضيفي.